خلينا ناخد تليفون طبعا معانا استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره استاذ ايمن شبانه. استاذ ايمن مساء الخير يا فندم. مساء الخير. تعليقك ايه على انا عارفه انه في اثيوبيا في عدد من الاصلاحات، هل جاءت هذه الاستقاله طبقا لموضوع الاصلاحات الذي يجري في اثيوبيا؟ هذه الاستقاله جاءت رغما عن رئيس الوزراء الاثيوبي نتيجه للاضطرابات السياسيه والامنيه التي تجتاح البلاد والتي تعتم عليها اثيوبيا منذ عده سنوات خلت، لان النظام الاثيوبي يطمع المعارضه ويتعامل معهم باقصى انواع يعني العقاب، سواء بالحرمان من المشاركه السياسيه او بالتعذيب او بالقتل. وهذا النظام يمثل اقليه من جماعة التجري التي لا يتجاوز وزنها العددي في المجتمع الإثيوبي 6%، ويطمع كل الجماعات المعارضة بما في ذلك جماعة الأورومو، وهي أكبر الجماعات الإثنية في البلاد والتي تصل إلى حوالي 40% من سكان إثيوبيا. ونجد هذه الجماعة غير ممثلة تماما في البرلمان الإثيوبي الذي تسيطر عليه الجبهة الحاكمة في إثيوبيا أو الحزب الحاكم بنسبة 100%. ولكن كانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي التزام النظام الإثيوبي إقامة منطقة اقتصادية بالقرب من العاصمة في مناطق الأورومو، بما يترتب عليه نزوح مئات الآلاف من المزارعين من جماعة الأورومو. هذا ما رفضه الأورومو وقاومه ذلك، فكان الاعتقال والقتل من نصيبهم. ومع ضغوط المعارضة الإثيوبية اضطر النظام الإثيوبي إلى يعني مطالبة أو الحزب الحاكم في إثيوبيا مطالبة رئيس الوزراء بالاستقالة حتى يفسح المجال. طب دكتور أيمن بعد إذنك، ده ينعكس علينا إحنا في مصر في إيه؟ أنت عارف إن لسه في قضايا معلقة بيننا وبين إثيوبيا فيما يتعلق بالمياه، هل تغيير رئيس الوزراء في إثيوبيا له انعكاسات علينا؟ لن ينعكس على مسار المفاوضات الحالية، لأن هذه المفاوضات يديرها الحزب الحاكم أو النظام الإثيوبي بأكمله، ولا يديرها رئيس الوزراء الإثيوبي فحسب. بالعكس، رئيس الوزراء الإثيوبي ينتمي إلى جماعة إثنية صغيرة جدا تسمى جماعة الوليتا في الجنوب الاثيوبي، لا يتجاوز عدد سكان هذه او عدد هذه الجماعه 2.3% من المجتمع الاثيوبي، وهي جماعه من البروتستانت ايضا، وبالتالي وزنها او ثقلها داخل المجتمع الاثيوبي ثقل صغير. ربما كان المقصود بتصعيد هيلمار بن سليم لرئاسه الوزراء في اثيوبيا هو التحكم فيه من جانب المجموعه الحاكمه، وبالتالي تمت التضحيه برئيس الوزراء في سبيل انقاذ النظام باكمله من ثوره شعبيه عارمه تجتاحه. ليس لهذا اي تاثير على مسار المفاوضات، لان هناك ثوابت معينه للجبهه الثوريه الحاكمه للشعوب. شكرا دكتور ايمن، شكرا جزيلا.